السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا ريس؟ عامل ايه؟ بارك الحمد لله على السلامه. سلك الدبلاش عندي بيعلق. العربيه بتكركر. ان شاء الله خلاص خلاص بس في ايدي باذن الله هشغلك فيه على طول ان شاء الله. انا قدامك قد ايه كده؟ ربنا يسهل كده يعني عدى لك على الساعه 3 كده ان شاء الله. 3؟ ان شاء الله. انا هروح اريح شويه. ان شاء الله باذن الله. هبقى اجيب. ماشي ان شاء الله. السلام عليكم. على السلامه ورحمه الله وبركاته. يلا عم نخلص يلا. عم مرزوق. يا نعم. أنا وأنا متشكر جدا. الله يسهل لك. الله يسهل. بصي 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 بس هنصور قدامك بس. بصي 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 بس هنصور من غير ما تحس. مش دي يا عم الحاج ورشة مرزوق الميكانيكي؟ مين ده المزنوق بتقول إيه؟ مرزوق الميكانيكي. مرزوق؟ أيوه. هنا هنا ورشة؟ آه. ايه ورشة مرزوق الميكانيكي مش ديت؟ انت مش شايف ايه طيب؟ يا عم الحاج دي مش ورشة الميكانيكي؟ ايه اللي انت شايفه يا عم ده؟ قلت انت هتجنننا يا عم الحاج. مش ده سوبر ماركت؟ ايوه ده سوبر ماركت. وده بتاع فراخ. وده بتاع فراخ. ولسه الميكانيكي بينهم الاثنين. يا عم الحاج انا جيت هنا الصبح اصلي عربيتي. الميكانيكي قال لي تعالى لي بعد 3 ساعات. ايه ده مش سامع. الميكانيكي قال لي تعالى بعد 3 ساعات خد العربيه. قال لك كده؟ اه. طب انت ما تروحتلوش ليه؟ ما هو ده مكانه. مكانه فين؟ مكانه هي اللي انت قاعد فيه ده. طب اقرا اليافطه دي لو تكرمت بعد اذنك. حاضر. فكهان السعاده تاسس سنه 1913. طيب ازاي يعني حضرتك كان هنا لما انا دينا ورثها عن ابويا وابويا وابويا وجده؟ طب دلوقتي انا جبت جبت العربيه هنا للميكانيكي عشان يصلحها. ولا لقيت الميكانيكي ولا لقيت العربيه ولا لقيت الورش. لا انا مش مصدق الكلام اللي انت بتقوله. مش مصدق ليه؟ تعالى يا صباح. يا عم سيبك من صباح. انا اكلمك ايه يا عم؟ انا مالي مال صباح. صباح قولي لي انا هنا بقالي قد ايه يا عم؟ انا 20 سنه هنا لاقي المحل ده. اها يا عم هل يافطه اليافطة. يا عم سيبك من يا عم سيبك من اليافطة. سنة كام؟ النيل على اليافطة واللي حطوا اليافطة واللي جابوا اليافطة. اليافطة اهي. يا عم اتأسس سنة 1913 زي ما بتقول. طيب انا كنت هنا من 3 ساعات. انا عايز عربيتي. عايزها مني انا؟ ايوه عايزها منك. عايزها من الجن الازرق. عايزها من اللي قاعد في المخروبة اللي انا واقف قدام منها دي. يمكن يا سيدي انت من النوع اللي بينام وهو ماشي. يا جدع في ايه؟ انت مجنون؟ انا مجنون؟ ايوه مجنون. عملت ايه حضرتك؟ انت شايفني دلوقتي ده عصافير ولا ايه؟ ما تحافظ على كلامك يا عم الحاج. في ايه؟ تحسين معانا الناس. انا امي يا جدع الله. مش حقي. ليه الغلط ده؟ ايوه يا عم. امال ايه؟ ما انت بتخبط في الكلام يا عم. انا ليه ابن خالتي تزحلق في موزه؟ يا عم ماليش دعوه بعيلتك خالص ولا الموز ولا الفاكهه. ودماغه ورمت كده بقى بينسى كل حاجه. يمكن انت وقعت على دماغك. يا عم انسى ايه؟ يا عم انسى. انسى ان انا جايب العربيه اللي انا بركبها تتزفت هنا. اكنس بيتك ورشه. ما تعرفش مين يخشه. بقول لك ايه يا عم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ انت شكلك هنا مخك ضارب وكلاويك ساقعه وبارد. كلاويه ساقعه وبارد. طب صور بقى ان يعني الكلاويه دول بالذات التنتين ساقعين في عز الصيف. انت عرفتها ازاي دي؟ انا بشكلك كده بقول كده وكلامك بقول كده وقعدتك كده وحركاتك. والنبي يا عم الحاج ما تخنقنيش. ما تخنقنيش عشان انت قد والدي. عيب. والنبي تشيل ايدك يا عم. انا عارف انا بقول ايه. شيل ايدك يا عم. ايدي محطوطه ايه؟ هسألك سؤال برضه هيرجع اقول لي اسألك. اسأل يا عم اسأل عشان يمكن ترتاح. وانت صغير لعبت ببلي؟ لعبت ببلي. حد ضربك ببليه في دماغك وانت صغير؟ ضربوني ببليه في دماغي وانا صغير. بس هي دي يا عم. ضربوني ونسيت كل حاجه ما عدا العربيه. يا عم خلصنا يا عم خلصنا. انا راح مشوار يا عم. ايه اللي قعدك في زفت الطين المكان ده؟ انا كنت هنا من 3 ساعات. في ايه؟ انت هتخنقني اكتر من كده ليه؟ طب بص احكي لك حكايه صغيره. انا ليا قريب اسمه حسام عنده مرض النوم. عارف نام وهو ساكن في شبرا. لقوه فين؟ قول لقوه فين؟ لقوه في لقوه في ليبيا حضرتك. في ليبيا؟ ايوه ليبيا. ايوه بدور عليه 4 ايام. في مرض كده حضرتك. انا بكلمك علمي. هو انت فكهاني ولا دكتور؟ لا يا بيه ما تشوفش الجلابيه يا بيه. انا بلعب على النت. نت؟ ايوه. نت ايه؟ بلعب على النت. نت ايدك نت في قلبك يا شيخ. انا عليك يا جدع. يا جدع ما تغلطش في الناس. يا جدع اغلط في التخيل يا جدع. في ايه؟ قوم بيقوم يا صباح. لا ما تغلطش في الناس. يا جدع اغلط في التخيل. ما تقدرش تغلط يا جدع. اغلط في اي حد. بقول لك ايه؟ لم نفسك يا عم. انا ملمون يا عم. ازيك حبيبي؟ ازيك حبيبي؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام؟ الله يخليك يا معلم. عامل ايه؟ الحمد لله.
والله عايز معايا عايز بطيخه كده حلوه من عندك. بطيخه اكنك انت بتبيع العربيه. بتبيع العربيه. ايه ده بتبيع العربيه. بصي بس هنصور قدام.